ايوه، يبقى احنا دلوقتي بنقول ان السؤال المفروض هجاوب حتى لو هي صفحة واحدة، هتكلم عن النظامين، هتكلم عن نظام الصرف الثابت وهتكلم عن نظام الصرف المرن. حتى انا يعني حاول يعني ان احنا نربط الكلام ده بواقع الاقتصاد المصري. انتوا اكيد شايفين ان احنا من نوفمبر 2016 بدأ يبقى في عندنا التعويم لسعر الصرف، صح؟ فالدولار، بعد ما كان ب 8 جنيه فاصلة 88، الدولار ارتفع لغاية يعني تقريبا وصل 18 جنيه، وبعد كده رجع تاني سعر الدولار بدأ يستقر وبقى في الوقت الحالي حوالي 15.5، صح؟ فيبقى احنا حتى لو طلبنا منكم في الامتحان ان انتوا تتكلموا عن نظم الصرف، خلاص انتوا بقيتوا اساتذه بقى في موضوع العمله والدولار والجنيه ده، هتقولوا ده هو في نظام صرف ثابت، ان في البنوك المركزيه هي اللي بتحدد سعر الصرف. وده سامعني ولا لا؟ اه يا دكتور سامي، هو احنا هنحاول على فكره نعمل ناحيه تنظيميه بعد كده، ان احنا هنحاول كلنا نبقى قافلين المايك، واللي عايز يجاوب بس يرفع ايده. في عندكم اختيارات من اللي هي عند مور كده، لو دوسنا عليها نلاقي من ضمن الاختيارات ان الواحد يرفع ايده لو عايز يتكلم، لان لما العدد بتاعنا بيكتر ونبقى كلنا فاتحين المايك، فاحنا بعد كده معلش هنبقى اللي عايز يتكلم هيرفع ايده، وانا هقول له مثلا يا اسراء اتكلمي، يا وفاء اتكلمي، يا محمد اتكلم، فيبقى هو بس اللي بيتكلم واحنا كلنا سامعينه. تمام؟ تمام. طيب، فيبقى احنا دلوقتي قلنا ان هو حتى لو صفحه واحده اللي احنا هنتكلم عنها، يبقى لازم اقول عن النظامين. ماشي، في اي سؤال طيب تاني؟ لا طيب بقية الشباب، محمد خليل وكمال وبقية الشباب، في عندكم أي سؤال أو تقى؟ لا يا دكتور، احنا بقى بنقول ان الموضوع الجديد اللي هو يعني انا كل موضوع هبدأ اشرحه، هبدأ ابعت لكم منه نسخة على الجوجل كلاس روم وابعت لكم عليه سؤال. الأسئلة التانية هبدأ بعد كده ابعت لكم أسئلة اختيار متعدد عشان تبقى شبه برضو أسئلة الامتحان، لان هيكون عندنا بعض أسئلة. مش بقى تؤخذ، شوف الاسئله اللي انا بعتها لكم على يوتيوب، بدات اعمل لكم فرق، لو بعديها المحاضره اللي بعدها اعمل لكم الحل، هل راجعتوا الكلام ده ولا لسه ما شفتوش؟ لا لسه يا دكتور ما شفناهوش. انا شفت لحد المحاضره السادسه بس. طيب هل ممكن نبدا نرتب الكلام ده بدءا من الاسبوع ده، بحيث ان انتوا تتابعوا اللي هو اقتصاديات تجاره خارجيه، صح؟ اه طيب، فبنقول بقى هل احنا دلوقتي يعني ترتيب الموضوع، لو احنا نبدا نشتغل دلوقتي مع بعض، اشتغل معاكم اخر محاضره ولا نشتغل يعني اي موضوع، في اي موضوع من الموضوعات مش واضح بالنسبه لكم، ولا اشتغل على اخر موضوع انا كنت واقف عنده؟ دلوقتي يعني شوف انا مش سامعه انتوا بتقولوا ايه، في حد فيكم بيتكلم بس انا مش سامعه بيقول ايه. يا شباب سامعيني ولا لا؟ بيقول ان احنا من نبدأش في حاجة مهمة دلوقتي عشان في ناس كتيرة مش موجودة والصوت مش متظبط يقطع. طيب ماشي. طيب انا برضو عشان يبقى احنا يعني نحاول برضو نستفيد من ال انا هحاول اعمل لكم شير سكرين برضو واوريكم الجوجل كلاس روم انا سبت لكم عليه ايه، عشان برضو الناس اللي هي ما دخلتش على الجوجل كلاس روم انا هعمل شير سكرين. وبعد اذنك يا اسراء انت وفاء، لان انتوا اكتر حد متابع معايا اهو دلوقتي، لما تشوفوا الديسكتوب عندي قولوا لي شايفين ولا مش شايفين. ماشي، احنا كده اللي موجودين في الميتنج، احنا اللي موجودين حوالي 15، يعني عمالين نبقى 15 شوية تمام ونبقى تمام 14 شوية. انتوا شايفين الديسك توب عندي؟ ايوه. طيب شفت كده. عملت لكم شير سكرين عشان تبقوا شايفين الديسك توب. هفتح لكم تمام افتح له الجوجل كلاس روم دلوقتي عشان نتفق مع بعض بس على ان الطريقه حتى والنهارده نخليها فعلا زي ما انتوا بتقولوا كده، نتفق على النظام اللي هنشتغل بيه، والاسبوع الجاي ان شاء الله نحاول نبدا بقى نطبق الكلام ده. ماشي، ماشي. كان ايه؟ طيب ايه السبب؟ تمام. طيب، وبعد كده احنا كل يوم خميس ان شاء الله نتقابل برضو حتى لو هنتكلم نص ساعة،
بحيث ان انا اعرف منكم ايه هي اهم الحاجات اللي مش فاهمينها، ايه هي الحاجات اللي مش واضحة، بحيث ان انا اشرحها لكم. ماشي ماشي. ماشي تمام. طيب النظام بقى، النظام اللي هيبقى مناسب ليكم، يعني احنا المفروض معانا من الساعة من 8:30 لساعة 10، صح؟ انتوا بقى المناسب ليكم نخليها من الساعة كام؟ لان برضو عشان على ايه ما الناس بلاش تظبط تمانية وقتها. ونص ده بجد. ايوه، يبقى كام بقى؟ ما بنسأل بنتفق اهو، تبقى الساعة كام؟ احنا ممكن مثلا على الساعة 5 كده. 5 بيكون النت تقيل جدا على فكرة، لأن اصلا هو دلوقتي الناس ده بالليل للصبح، واحد ده مثلا. الوقت اللي هيتعدل فيه. نعم. ممكن واحد تبتدي مثلا من 2 أو 3، لكن أصل الصبح دي محدش فينا بيبقى صاحي، يعني ناس كتير جدا عرفت بالصوت ده، ناس كتير جدا. من أنا 2. واحدة ما كنتش عارفة أصلا، ممكن من 3 مثلا، يعني كويس جدا في النص مش كتير. ما هو بصي بصي، هو مين اللي كان بيتكلم اصلا، وفاء ولا اسراء ولا ندى شروق، ولا شروق مين؟ اللي كانت شروق. كلها شروق، تخلص. اه بصي يا شروق، هو انتوا في اليوم ده كان عندي معاكوا 3 محاضرات، فال3 محاضرات دول في برضه في عادة تانية غير اللي هم زي ما احنا قلنا، دورة خارجية انجليزي برضه سنة تانية وفي سنة رابعة، فانا هحاول اظبط المواعيد وابلغكم، وهحاول ابلغكم خلاص انا وابعت ممكن لكم. اه بس ان اه لان اه ادخل مع حضرتك جروب معانا اه وهتمشي، يعني حتى لو ما حدش عارف يوصل للتاني يبقى في جروب حضرتك معانا فيه، المسج حضرتك بعتها توصل لينا كلنا. ان شاء الله. واي حاجه برضه تعالى اسيبلكوا على الجوجل كلاس روم، هخلي الدكتوره ان تبلغهولكم. ماشي. لان لسه اسمع عنه، لسه اسمع عن الفرق اللي هو المحاضره اللي بعدكم واللي بعدها، وارتب لكم بقى مواعيد. انتوا عايزين من الساعه 2 مثلا يكون افضل، صح؟ اه يا ريت. ممكن او 2 مثلا كده دكتور، نعم. ممكن هيك تعمل 2 أو 3، مفيش مشكلة. طيب حاضر ان شاء الله. طيب وكده الموضوع هتبدأوا تحلوه، حتى لو غلط يا شروق، شروق وشركاها وإسراء والجماعة دول حلوا حتى لو غلط. ماشي. المهم هنسمع المحاضرة ونكتب صفحة عن نظم الصرف الأجنبي، ويا ريت لو تربطوها بنظام الصرف في مصر، إن فعلا مصر بدأت تعمل نظام الصرف الحر أو المرن وتعويم الجنيه من اللي هو من نوفمبر 2016 والكلام ده كله، وقبل التعويم كان كام وبعد التعويم بقى كام. خلاص اتفقنا. اتفقنا يا شباب. في عندكم اي سؤال؟ يا دكتور حضرتك سامعنا؟ اه سامعاك. اه اتفضل دكتور، احنا مش هينفع نحدد ميعاد دلوقتي، احنا ممكن نستنى مثلا الاسبوع الجاي اه لما الطلبه كلهم يجمعوا، عشان ما يبقاش مناسب لناس وناس لا، عشان احنا دلوقتي عددنا مش كتير، فنستنى اما كلنا نتجمع، قسمنا كله يتجمع او عدد كبير، ونشوف اه الميعاد المناسب ليه، عشان ما يكونش هو دلوقتي عامة حد يقول ميعاد مناسب لحد وحد لا. احنا عامة كلنا مش هنتفق على ميعاد واحد. ماشي، بس الفكرة ان ممكن يكون على نشوف الأكترية هيأكدني معاد اتنين، ممكن مش انت محمد خليل اللي بيكلم، صح؟ انا ما عنديش مشكلة، المهم تتفقوا ونشوف ايه المناسب، المهم ان الناس كلها تستفيد. نتفق ونشوف ايه التغيير اللي عايزين تعملوه، لان بعد كده برضو هيبقى عندنا، كل سنه خلاص وطيبين، هيبقى عندنا تمام. مواعيد رمضان. بعد ايه ونشوف الميعاد اللي هيناسب الكل، تمام، انا ما عشان عنديش بس ما مشكله حدش والله يتظلم دلوقتي. يا محمد، انا ما عنديش مشكله، انا بقول ان احنا بس المهم دلوقتي بدانا نتعرف على ازاي نستخدم الزوم كلاود ميتنج، اهو دخلنا وجربنا وعرفنا ان احنا ممكن نتقابل عليه ونحل المشكلات بتاعه اي حاجه مش واضحه. عرفنا برضو ان احنا الجوجل كلاس روم لو في اي تكليف هتعملوه وتجربوا تحلوه، وابدا اقيمه لكم واقول لكم برضو، واحنا بنتقابل في المحاضره اقول لكم اه ده مثلا في اخطاء كلكم وقعتوا فيها كانت كذا، خلي بالكم منها وهكذا. ماشي. فالمهم يكون الميعاد مناسب، انتوا تفهموا مع بعض وشوفوا ايه اللي هتوصلوا له وعرفوني، احنا لسه قدامنا اسبوع عقبال ما نتكلم تاني. ماشي. تمام، بس تمام. الفكره ان ما حد كله مش عارف يتجمع مع بعضه، او حضرتك ممكن لو على الفيسبوك زي ما لسه حضرتك داخله من ما هو تليفون احنا كتبت لنا الباسورد والحاجه، تعملي كده برضو عشان اه عشان ما حدش هيعرف يتعامل، ولاده والله هي ولا كل نفسها، واحد لوحده. بس يا بص دكتور بعد بص بص يا اذنك. محمد، احنا نفسها المحاضره دي اللي احنا بنشتغلها دي متسجله، يعني انا بسجل الزوم نفسها،
فاحنا حتى الخناقات اللي هنتخانقها والشرح وكل حاجه هنعملها مع بعض هنسجلها ونسيبها على الجوجل كلاس روم، بحيث ان الناس حتى اللي ما حضرتش معانا هتدخل على الجوجل كلاس روم تشوف اهم الاسئله اللي انتوا سالتوها واتفقنا على ايه وايه اللي حاجات الكلاس روم، يشوفوا ايه التكليف اللي طلبناه ويحلوه ويسلموه. ده الاهم يعني، فاهم قصدي؟ حتى لو انتوا الناس اللي هتتقابل، اه حتى الناس اللي هتتقابل معايا في اللي هي الميتنج دي يكون حتى ان شاء الله نص الدفعه بس، مهم يعبروا عن بقيه الناس يعني تعرفوا من زمايلكم ايه مشاكلهم وايه اللي عايزين يعني يفهموه او كده، بحيث ان انا حتى لما اوضحه ونسجله ونحط ونرفعه لهم على الجوجل كلاس روم يبقى عندهم اجابات للي هم عايزينه. تمام يا فاهمين دكتور. انا قصدي؟ ممكن انا اسال الشباب عشان احنا كلنا في جروب لوحدينا، ممكن انا اسالهم اشوف الميعاد المناسب، وكمان برضو البنات ممكن يعملوا كده. طيب حاضر، انا ان شاء الله ما عنديش مشكله، الحل المناسب ليكم ان شاء الله نعمله، وطالما الوسيله يعني متاحه بالنسبه لنا خلاص، يعني المهم يكون حاجه فيها اتفاق وارتياح للناس كلها ان شاء الله. تمام. دكتور بصي لو سمحتي، يعني عشان طالب برضه نحل المشكلة دي، احنا شروق ممكن نعمل اه اه مشروع، ممكن نعمل جروب تمام وننزله عندنا على البيج دي، ان كان ولاد او بنات اللي هيخشوا تمام اه هيعملوا سانج ان وهيخشوا عادي، كلنا نبقى في اه جروب واحد وحضرتك هتبقي معانا فيه، فكده يعني كلنا هنعرف ان احنا نتفق وكلنا يعني حضرتك مثلا تحددي معايا وكلنا يوصل لنا المعلومة، اصل بالنسبة ان جروب بنات او جروب ولاد اه فالاتنين اوريدي بعيد عن بعض اصلا، فلما كلنا هنبقى في جروب واحد وحضرتك مثلا تكوني المانجر ليه تمام وها انا وكل حاجة. انا والله والله الموضوع معلش يعني الافضل بالنسبه لي ان انتوا تتفقوا، والدكتوره نرمين هي بالفعل معاكم، ما هي الدكتوره نرمين معاكم، اتفقوا وهي معاكم وبلغوني بس باللي هتوصلوا له، مش لازم انا احنا ابقى. بس في الجروب اللي احنا ما نعرفش عنه اي حاجه ده، احنا قلنا كذا مره يا جماعه احنا عايزين نخش معاكم في الجروب، بالنسبه ليا انا وكذا حد من صحابي تمام، اه انا اه بعمل اي حاجه بصراحه، يعني انا من هو اول ما حياتي قلت الجروب ده يتعمل انا بقول يا جماعه مين ماسك الجروب، عايزين نعمل جوين للجروب يا جماعه، مش عارفه ايه اصلا ما اعرفش عنه اي حاجه بالاخر، عشان اكون واضحه مع حضرتك جدا انا طيب بعرف بالصدفه هنحاول نحل المشكلة دي حاضر، ونلاقي طريقة. المهم ان احنا يعني نساعدكم ان احنا نتعامل مع الأزمة دي بطريقة يعني مفيدة لكم، يعني بحيث ان احنا برضو نحاول نريحكم ان شاء الله. حاضر. يا ريت والله يا دكتور تعبينك معانا معلش. لا لا ما فيش تعب ولا حاجة، احنا المهم عرفنا بس نلاقي بعض اهو، عرفنا ان نوصل لأسلوب للتعامل، وان شاء الله يعني تعدي الأزمة على خير ان شاء الله. إن تمام. شاء الله. طيب يبقى لو في اي سؤال برضو، لو في اي استفسار ابعتهولي على الجوجل كلاس روم برضو، احنا كده هو عرفنا ان هو زي ما انتم شايفين الصفحه مفتوحه قصادكم، وهي فيها تعليقات وفيها كلام وفيها ملاحظاتكم واسئلتكم كل حاجه واجاباتكم برضو، اي حد يبدا يبعت لي اجابه هعلق له عليها لوحده، هقول له الاجابه دي تاخد مثلا كام من 5، تاخد كام من 3، تاخد فول مارك، لو مش هتاخد درجه كامله اقول له عشان غلطت في كذا وهكذا. ماشي ماشي يا دكتور. خلاص. تمام يا طيب دكتور. خلاص نتقابل على خير بقى الأسبوع الجاي، وحاولوا تحلوا السؤال ده عشان هتلاقوني بعد يومين بعت لكم فيديو تاني وسؤال تاني. ها تمام خلاص خلاص ماشي. تمام ماشي يا دكتور. فحاولوا تحلوا السؤال ده كده زي ما يجي معاكم، اتفقنا؟ اتفقنا ماشي طيب شكرا ليكم، ونتقابل على خير إن شاء الله الأسبوع الجاي. ماشي إن يا شاء تقع. الله. ماشي يا طيب دكتور. شكرا شكرا، مع السلامة. نعم مع السلامة. مع السلامة.